اولا مرحبا بكم، مرحبا بالضيوف الكرام، مرحبا بالسيدات والساده الصحفيين ومتابعين المعابر الاعلاميه. شكرا لوجودكم اليوم، شكرا كذلك على الدعم ديالكم المتواصل والمستمر لواحد الناس اللي كيخلينا نحلموا في المغرب، مفخره ديال الشباب حسن بركه. تنقولوا ليه بهذه المناسبه فيليسيتاسيون على هذا الانجاز التاريخي. تنقولوا لك كذلك شكرا لان خليتينا نحلو. علمتينا درس في الحياه هو انه بالاراده بالمثابره بالعمل لا ممكن كيولي ممكن. كيف ما كتعرفوا نهار السبت 13 يوليوز كان يوم استثنائي في مسيره ديال هذا البطل السباح المغامر المغربي باجتيازه وبعبوره للقناه ديال لامونش في إنجاز تاريخي كأول سباح مغربي تقوم بهذه المغامرة هذه واللي استطاع أنه يتوفق وينجح فيها. قطع مسافة اللي كتقدر 55 كيلومتر في حوالي 15 ساعة و 55 دقيقة متواصلة من السباحة. دونك باش ما نطولش عليكم أنا عندكم مجموعة من الأسئلة للبطل والسباح ديالنا، ولكن قبل من هادشي هذا غادي نطلب منكم فهمني تحية إجلال للنشيد الوطني المغربي. ربي كتمنى ضيع واحد السعيد للشامبيون ديالنا. والسؤال فيما كنشوف عن الشارج ديالك كنقول باللي واحد الكليشي كان عندنا اننا حنا المغاربه ابيليتي باش نلعبوا غير كره، نديروا لا بوكس ونديروا اتليتيزم. بديت كنتسائل واش هذا الشيء اللي كدير سي ان ميساج بوتيتر بور لو بي اننا قادرين نجيو دي شامبيون في لاطاسيون، لان عندنا طاقه ديال التحمل بحال هذا التشالنج. كانوا كنتي انت كانوا ابطال قبل منك، ما عرفتش متفق معايا انه ربما هذا الشيء اللي كدير يكون ميساج للدراري الصغار اي بي لي ديسيدور باش انهم يخدموا مع لي زونشي لي جينيراسيون لي جينيين باش انهم يكون عندنا دي شامبيون في لاطاسيون. الو انا متفق معاك وي ليدي سي فريمون باسي سو فولي، وحنا عندنا الابطال سي سي لي ريزون بور سا. Maintenant, il faut juste les écouter et leur donner des possibilités. Mais même si on ne leur donne pas des possibilités, donc c'est vrai qu'on peut parler même schooling pour ça, à travers les conférences et tout que je fais, j'essaye de responsabiliser le propre sportif. Comment ? Je ne suis pas le plus rapide. Donc, je m'assois et je me dis, c'est quoi mes forces, c'est quoi mes faiblesses ? Je ne suis pas le plus rapide ni le plus fort des nageurs. Mais j'ai cette force mentale. Donc, quand j'arrive à trouver ma force, je vais travailler ma force. J'aime beaucoup être la analogie avec des lassins qui sont dans la Suède, par exemple. Un petit 1000, un dos, allez, 5, un dos 5 sur... Ah, ma chère Karim Ankika, merci d'être là. Merci. Merci. شي حاجه ولا جات شي كوتا والحرس الحدود ولا الناس اللي معايا خصهم يخرجوني، نقدر نعيش بهذاك لو فات كو هما يخرجوني، مي ما نقدرش نعيش بان انا اللي عديتي. فويا ان بو لا ديفيرونس. شحال هذه كنت باغي ندير انا هذا التحدي، والحمد لله نجحنا. كنت كنفكر في هذه الصعوبات ديال هاد السنين كاملين هذا الشيء اللي كاين. جو بونس الفيديو كمل. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة.